مرحبا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار من القناة الوطنية الأولى، والبداية بالعناوين. رئيس الجمهورية قيس سعيد يجدد التأكيد على الحق الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة، مستنكرا بشدة المذابح والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني الأعزل. في يوم الأمم المتحدة، أمين عام المنظمة الأممية يدعو إلى التحلي بالمرونة لمواجهة التحديات العالمية وانتقادات دولية جراء محدودية تعاملها مع عدد من القضايا العالقة أبرزها فلسطين. في تونس، تحول أمس رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى منطقتي المنيهلة وحي الانطلاقة، واستمع إلى أهالي المنطقة وإلى مشاغلهم مجددا دعمه الكامل لفلسطين. كما أدى قبل ذلك زيارة إلى وزارة الداخلية، حيث التقى وزير الداخلية كمال لفقي وشدد على ضرورة التحلي باليقظة والحرص على تأمين المظاهرات المنددة بالعدوان الصهيوني، مجددا دعمه التام لفلسطين. سمية القرفي والتفاصيل. تحول رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أمس إلى منطقتي حي الانطلاقة والمنيهلة، أين التقى مجموعات من المواطنين واستمع إلى مشاغلهم وتطلعاتهم. ربي إن شاء الله يوفقنا وباش نقفوا مع الشعب الفلسطيني حتى يستعيد أرضه كاملة ويستعيد حقه المسلم، ولا مكان للعملاء ولا مكان لأي كان يتعامل مع هذا العدو الذي قتل الآلاف ويقتل المئات كل يوم من الأطفال والنساء ويضرب كل مستلزمات الحياة بتواطؤ مع العواصم التي تقول أنها تعني حقوق الإنسان. كيف يشاهد العالم كله اليوم؟ كيف يشاهد العالم كل هذه المذابح؟ أنا مع أبناء شعبي ولن هذا الموت، لأننا نحن أما أن نعيش أحرارا مكرمين وأما أن نموت شهداء أعزاء ونلتقي إلى الله ما في أعلى عليين. وأكد رئيس الجمهورية لعدد من المواطنين الذين التقاهم خلال جولته على مواصلة العمل حتى يستعيد الشعب التونسي كرامته كاملة. كما تحول رئيس الجمهورية قيس سعيد قبل ذلك إلى مقر وزارة الداخلية بتونس العاصمة، أين التقى وزير الداخلية وقيادات أمنية، وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة مزيد التحلي باليقظة ومواصلة السهر على حسن تأمين المظاهرات المنددة بالعدوان الصهيوني على الأشقاء في فلسطين في كامل تراب الجمهورية حتى لا يندس فيها من له غاية أخرى في ضرب الأمن داخل تونس. وكلف رئيس الجمهورية قيس سعيد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار لدى استقباله أمس بقصر قرطاج بدعوة عدد من السفراء المعتمدين بتونس للمطالبة بتطبيق القانون الدولي الإنساني. فالعالم كله يشهد على مدار الساعة تناثر أجساد الأطفال والنساء والشيوخ وهدم البيوت والمشافي. وأكد رئيس الدولة وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية على ضرورة أن تضع هذه الدول حدا لهذه الجرائم والمغالطات، متسائلا إن كانت تكفي 20 شاحنة بعضها نصف فارغ لأكثر من 2 مليون من أبناء شعبنا الفلسطيني بعد نصف شهر من القصف والتهجير والحصار. ودعا رئيس الجمهورية نبيل عمار إلى تكثيف العمل الدبلوماسي للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة هذه المذابح التي تتكرر كل يوم على مرأى ومسمع من العالم كله. وقال رئيس الدولة في هذا الخصوص إنه لا تمر ساعات واحدة بالليل أو بالنهار إلا وسقط خلالها عشرات الشهداء والمصابين نتيجة للقصف الوحشي الصهيوني، فضلا عن قطع الماء والكهرباء والمستلزمات الطبية وأبسط مقومات الحياة. وأوضح رئيس الجمهورية أن شعوب العالم كله تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة الجرائم الصهيونية بالرغم من كل محاولات التضييق وبالرغم من كل المغالطات المفضوحة لقلب الحقائق من قبل أبواق الدعاية الصهيونية. وتناول اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية قيس سعيد برئيس الحكومة أحمد الحشاني النتائج الأولية لعمليات التدقيق في الانتدابات التي تمت خلال أكثر من 10 سنوات، والتي تشير كلها إلى أن الكثير منها غير قانوني، فضلا عن وجود عدد من الشهائد المدلسة التي ما زال من تولى تدليسها دون مؤاخذة جزائية
فحسب بل داخل أجهزة الدولة، ويعمل على تعطيل السير العادي لمرافقها العمومية. وشدد رئيس الجمهورية وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية على أن دعوات الشعب التونسي لتطهير البلاد من الذين عاثوا فيها فسادا لعقود طويلة لا يجب أن تبقى مجرد شعار، بل يجب أن تجد طريقها إلى التنفيذ في ظل قضاء عادل وناجز. كما استعرض هذا اللقاء سير العمل الحكومي في الأيام القليلة الماضية، إلى جانب مشاريع القوانين التي سيتم عرضها على مجلس الوزراء للتداول فيها قبل إحالتها إلى مجلس نواب الشعب. على صعيد آخر، تم التعرض لدور المؤسسات المالية بوجه عام ومساهمتها في معاضدة مجهودات المجموعة الوطنية لمواجهة شتى أنواع التحديات. فالوطن واستقلال القرار الوطني وعدم الخضوع لأي إملاء من الخارج يجب أن يكون قاسما مشتركا بين الجميع. وفي هذا الإطار المتعلق بالمؤسسات المالية، أذن رئيس الجمهورية بالإسراع في تقديم مشروع لتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية، خاصة وأن اللجنة التي تم تكليفها بإعداد هذا المشروع أوشكت على إنهاء أعمالها بعد أن تمت بلورة تصور يحفظ حقوق الدائنين ويحمل المسؤولية في نفس الوقت لكل الأطراف الأخرى. يحيي العالم في مثل هذا اليوم الذكرى السنوية ليوم الأمم المتحدة. اليوم يمر 78 عاما على دخول ميثاق الأمم المتحدة حيز النفاذ، لمحة عن نشأة هذه المنظمة وأهدافها والتحديات التي تواجهها. في هذا التقرير لويسام جويس. 24 من أكتوبر هو يوم الأمم المتحدة، والذي يزامن الذكرى السنوية لدخول ميثاق الأمم المتحدة حيز التنفيذ سنة 1945. فبتصديق أغلبية الموقعين هذه الوثيقة التأسيسية، ظهرت الأمم المتحدة رسميا على الساحة الدولية. مناسبة سنوية هي فرصة للتعريف والتوعية بمبادئ هذه المنظمة ومقاصد ميثاقها. ميثاق هو نابع في المقام الأول من روح مفعمة بالتصميم على إنهاء الانقسامات وإصلاح العلاقات وبناء السلام، كما جاء في كلمة الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريس بهذه المناسبة، والذي يصف الأمم المتحدة بأنها انعكاس للعالم بصورته الحقيقية، وأيضا تطلع إلى العالم في صورة أخرى نعرف والقول له أنها ممكنة التحقيق، وتكمن مسؤولية المنظمة كما يرى في المساعدة على بناء ذلك العالم الذي ينعم فيه الجميع بالسلام والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان. وتواجه هذه المنظمة ذات البعد العالمي، والتي أصبحت محفلا لمناقشة كل القضايا التي تتجاوز الحدود الوطنية، وفضلا عن أهدافها الأولية المتصلة بحماية السلام وحقوق الإنسان وإنشاء إطار للعدالة الدولية وتعزيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي، أصبحت تواجه تحديات إضافية جديدة على غرار تغير المناخ واللاجئين وغيرها. وفي حين يبقى حل النزاعات وحفظ السلام من بين جهود المنظمة الأممية الأكثر بروزا، فقد نجحت هذه المنظمة وفق ملاحظين في التعاطي مع عديد القضايا، في حين ظلت أخرى عديدة عالقة لم تنجح الأمم المتحدة في حلها، كقضية سوريا واليمن وأيضا فلسطين. الأمين العام كدا وفي وقت سابق وفي سياق الحديث عن دور المنظمة، أهمية ومحورية دور المنظمة في الشق السياسي والتحديات والكوارث والقضايا الإنسانية، لكنه لم ينكر أن صلاحيته في التعامل مع القضايا الدولية محدودة، ويعتبر أن القرارات الداخلية تبقى بين الدول. ورغم الانتقادات الموجهة لمنظمة الأمم المتحدة في تعاطيها مع بعض القضايا، ترى دول أنه لا يمكن الاستغناء عن دورها الذي تعتبره محوريا. في تصريح لدى افتتاح فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار المنعقدة بالعاصمة السعودية الرياض، حذر رئيس البنك الدولي من تداعيات ما سماها الحرب بين حماس والمحتل، والتي يمكن أن توجه ضربة خطيرة للتنمية الاقتصادية العالمية، مؤكدا أنه يعتقد أن الجميع أمام منعطف خطير جدا. وتتواصل فعاليات هذه المبادرة حتى 26 من أكتوبر الجاري، وعلى جدول أعمالها مناقشة التحديات العالمية التي يواجهها العالم في مجالات المناخ والاقتصاد والتكنولوجيا. فدوى شتورو والتفاصيل. تحت عنوان البوصلة الجديدة، انطلقت بالعاصمة السعودية فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار بمشاركة وحضور قادة العالم وكبرى الشركات الصناعية والمبتكرين وصانع القرار.
وعلى جدول أعماله جملة من القضايا الآنية، منها تغير المناخ ودور الحكومات والإمكانيات التحويلية للتكنولوجيا والتعليم والرعاية الصحية في توفير عالم أكثر عدلا وأمانا وازدهارا. وتهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون العالمي ومناقشة الديناميكيات المتغيرة للقوة والنفوذ، مع التأكيد على ضرورة التعاون الدولي لمواجهة التحديات الملحة المطروحة. وحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، سيكتشف قادة التكنولوجيا في العالم، بما في ذلك المؤسسون ورؤساء التنفيذيون وأصحاب رؤوس الأموال والمستثمرون خلال هذه التظاهرة الاقتصادية، كيف يمكن تسخير التقدم التكنولوجي المتسارع الذي يشهده العالم وفي الوقت الحالي لتحقيق ما هو مصلحة العالم أجمع. وعليه سيتم خلال جلسات الحوار مناقشة مواضيع مختلفة مثل الذكاء الاصطناعي واستكشاف الفضاء والتكنولوجيا النظيفة وإنشاء المدن الذكية وغيرها. وطبقا لما قاله الرئيس التنفيذي لمعهد مبادرة مستقبل الاستثمار ريتشارد إيتس، فالنسخة السابعة من هذه المبادرة ستعمل بصفتها دليلا لكل العالم لتحديد جوهر عالمي جديد يعيد اكتشاف اتجاهات في مجال الاستثمار، مفيدا أن المبادرة ستتناول فائدة الأشخاص وأولوياتهم التي يجب مراعاتها عند وضع الاستراتيجيات. بهذا إذا نصل مشاهدينا إلى ختام النشرة، نذكركم بأبرز عناوينها. رئيس الجمهورية قيس سعيد يجدد التأكيد على الحق الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة، مستنكرا بشدة المذابح والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني الأعزل. في يوم الأمم المتحدة، أمين عام المنظمة الأممية يدعو إلى التحلي بالمرونة لمواجهة التحديات العالمية، وانتقادات دولية جراء محدودية تعاملها مع عدد من القضايا العالقة وأبرزها فلسطين. ويمكنكم متابعة نشراتنا على مواقع التواصل الاجتماعي عبر نسخ الرمز الموجود على الشاشة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.